بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة حلوة جدا لتفتيح البشرة، سواء الوجه او الرقبة او الايدين. ممكن تستخدميها للكعان والركب، وكمان ممكن نستخدمها للاماكن الحساسة. يلا بينا نبدأ ونشوف اول مكون. اول مكون ده يا بنات رهيب في التفتيح وتنعيم البشرة، بنروح نجيبه من عند العطار. هناخد منه معلقة، وهو الحنة البيضة. الحنة البيضة يا بنات بتفتح وبتنعم البشرة، وكمان بتستخدم في تقشير البشرة. تاني مكون معايا بنات ملك التفتيح، النشا. هاخد كده معلقة من النشا اللي بتشد وتفتح البشرة. بعد كده يا بنات هاخد معلقة من الزبادي او الياغورت الطبيعي علشان نرطب البشرة، وكمان بيساعد على تفتيحها. ولو عندنا مية يا بنات اللي هي بتبقى موجودة في الزبادي، المياه دي حلوة جدا 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 للبشرة، تدي نضارة كده وحيوية للبشرة. طيب المكون اللي بعد كده بقى عشان ننعم بشرتنا هو العسل. العسل، وهنغذيها كمان بعسل النحل الطبيعي. هاخد منه كده معلقة، ما احنا شايفين. هاخد بقى المكونات دي كده مع بعض واقلبها كويس لحد ما يندمجوا كده ويدوني قوام كريمي. خلاص يا بنات كده دمجتهم مع بعض، وده القوام اللي انا محتاجاه معايا. طيب هنستخدم ازاي الوصفة دي او الماسك ده؟ تغسلي بشرتك كويس جدا بالغسول وتنشفيها، وبتاخدي من الوصفة وتدهني بقى بشرتك ورقبتك ايديكي زي ما قلت، كمان تستخدم للاماكن الحساسة. بعد ما كده هسيبها حوالي 20 دقيقة، وبعد كده على طول اروح اشطب بشرتي بميه فاتره، وبعدين ميه بارده او مكعبات تلج نمشيها على البشره، وعلى طول نرطب بشرتنا باي كريم مرطب احنا بنستخدمه. بنستخدمها مرتين في الاسبوع، هتجيب معاكي نتائج حلوه، بس اهم حاجه لازم تستمري عليها علشان تشوفي النتائج اللي ترضيكي. بتمنى الوصفة تعجبك، جربيها واكتبي لي رأيك في الكومنتات، واهم حاجة ما تنسيش تدعميني باللايك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك الجديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.